السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنشكرك بزاف على النصائح والحلول اللي كتقدم للناس، يعني حقا كلامك طيب، جزاك الله خيرا. أنا فتاة سن ديالي 22 سنة، حاصلة على الإجازة هاد السنة هذه. بارك الله. كنت باغا ندير الماستر ولكن المهم ما كملتش. دابا كنطلب منك زعما الدعاء يسهل عليا الله. نعم. والأخت ديالي بغات تستشرك في واحد الأمر. نعم. هي كانت زوجات وولدات وليد وتوفى ليها الراجل. ودابا يعني بقات 14 سنة ويعني دابا سهل عليها الله، وزعما كان عندها واحد التخوف من أنها تخلي الوالد ولا زعما يعيش واحد الحالة نفسية تخليه، ولا أنا حنا زعما شجعناها الرجل الله يعمرها دار، يعني الصفات يعني اللي كتمناها الفتاة أي واحد فيه زعما، وهي زعما كبيرة في لاج. وهي عندها واحد التخوف لان من بعد غادي تسكن في الديار الاوروبيه، وزعما عندها واحد الخوف انها تخليه، يعني بحكم راه الجد ديالو والجده ديالو قايمين بالواجب زعما. نعم. مخليينو زعما مخصوص اي حاجه. نعم. ودابا راها كتصنت ليك وبغات يعني ترشدها شنو دير وتشجعها، يعني الراجل يعني مزيان، حنا شجعناها ولكن مازال ليا خوفه. يا رب لالا اسيا الله يكمل لكم الرجاء بنتي، الله يكمل لكم الرجاء. شكرا لك لالا اسيا من ورزازات. اول حاجه كونك حاصل على الاجازه بغيت دير الماستر، الا كنت بنتي مازال كتبحثي على عمل، راه اللحظه في هذه الايام هذه كاينه فرصه ديال العمل كبيره وكبيره جدا. المشروع اللي وضعته وزاره التربيه والتعليم 11000 منصب شغل للحصول على وظيفه بسلم 10 عن طريق العقده متجدده، راه الحمد لله التسجيل راه كاين في جميع المندوبيات ديال التعليم بالمملكه الشريفه. يعني ممكن بنتي انت في ورزازات غتقصدي المندوبيه ديال التعليم في الاقليم ديالكم، وغتكوني مرفقه بالشهاده ديال الاجازه ديالك، غيطلبوا منك شهاده طبيه للامراض المعديه، وغيطلبوا منك واحد السجل عدلي وبقيه الوثائق الاداريه، غيدفعها ثم غيكون واحد سيليكسيون، ومن ثم غيتم الانتقاء الناس اللي غادي يخدموا في قطاع التربيه والتعليم اللي غادي توظفوا بسلم 10. فهذه فرصه اللي ما كانش في العلم ديالو انه يقصد في اقرب وقت قبل ما يتغلق الباب. والسن راه كيبقى حتى تقريبا 48 سنه، يعني انسان عنده فرصه اللي خذ الاجازه منذ سنين طويله اكثر من 20 عام باقي عاطل، هذه فرصه كتوضعها الدوله ما نتخلوش عليها، ان شاء الله يكون خير لكل حد. فلالا اسيا الله ينجحك ويوفقك، ومزيان تكملي الماستر ديالك. انسان كلما كمل دراسات العليا كان افضل، لانك تفتح لي افاق اوسع، لكن دون ان ينسى حياته الشخصيه. بعض الفتيات كتبقى تابع الاجازه وكتابع الماستر وتابع الدكتوراه وكتنسى راسها بانها انثى، والانثى المنطق انها خصها تكون متزوجه وعندها وليدات وعندها اسره. هذا الكلام ماشي نثبط به الرغبات والارادات ديال الاخوات ديالنا، لان فعلا كنعرفوا اخوات فاضلات وصلوا الى درجه عليا في العلم، خذوا الدكتوراه ونساوا الانوثه ديالهم، نساوا انهم يتزوجوا، نساوا انهم يديروا اسره. هي تابعه دائما الشواهد العلميه، بغات اثبات الذات ووصلات خات الدكتوراه، وملي وصلت وخات واحد البوست اللي هو متميز جدا، اصبحت عند السلطه وعند المال وعند الكفاءه والاراده، ولكن فين هي الاسره؟ فين هي الوليدات؟ كنعرف واحد العدد كبير من هاد الاخوات الفاضلات من هذا الشكل، كنلقى عندهم واحد الكميه هائله من الحزن. كتلقى السكرتير ديالها اللي عندها مستوى دراسي بسيط ولكن عندها زوج وعندها وليدات وعندها حياه مستقره، كتقول هذيك هي اللي قرات، هذيك هي اللي كتفهم، لانها عرفت حقيقه الحياه.
فهذه وصية كنبغي نقول للبنات ديالنا والأخوات ديالنا اللي كيكملوا الدراسة، كملي الدراسة ديالك، قلبي على الماستر وعلى الدكتوراه، ولكن بعد الإجازة يكون الهدف الأول ديالك هو تقلبي على الزوج اللي غادي يقدر يفتح لك أسرة وتتأسي معها واحد العائلة وتولد وليدات، وكملي ديك الساعة الدراسة على مهلك. فبنتي أسي الله يكمل لك الرجاء ويسعد القلب ديالك. أما بالنسبة للأخت ديالك فإلا كانت في الاستماع غنصحها نصيحة أب لابنته. دابا أنا لا أنت تزوجتي على سنة الله ورسوله، ولدتي وليد، وشاءت قدرة الله أن الزوج يموت، هذا قدرة الله، ربي عز وجل ذلك حد عمره، وبقيتي صابرة، بقيتي بلا زواج، ربيتي ذاك الوليد، دابا الآن عنده 14 سنة، الحمد لله غدقت عليه بالحنان ديال الأم بالتربية وبالعناية. الآن جاتك فرصة، فرصة الزواج إلى خارج أرض المغرب. السؤال واش أنك تبقاي مع الولد عمرك كله تمشي معاه حتى يكبر وحتى يتزوج وتكملي الرسالة ديالك، أم أنك تنتبهي لنفسك؟ أكيد غتسمعي آراء مختلفة، وحتى أنت بنفسك واحد الراس غادي يقول لك صبري على ولدك، ولدك هو الأساس، كملي الرسالة ديالك، وراس آخر كيقول لك لا، هذه فرصة ثمينة جاتك خصك تاخذيها وتستغليها. وحتى الحباب اللي غتستشري معهم كلهم غيقول لك إما هذا الرأي أو ذاك الرأي. إلا بغيتي مني الرأي ديالي الصادق نقول لك كابنتي أو كأختي، غنقول لك لا، ما تسمعي لا لهذا الرأي ولا لهذا الرأي. اللي غتسمعي ليه هو أنك غديري واحد 3 أيام متتالية ديال صلاة الاستخارة، كل ليلة غتفيقي قبل الفجر واحد ساعة أو ساعتين، غتوضي وتصلي ركعتين، الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم غتقولي الدعاء ديال الاستخارة راه معروف، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي وقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الزواج شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به يا أكرم الأكرمين. دعاء الاستخارة إما نقوله بالصيغة النبوية الشريفة، وإما نقوله غير بالدارجة، يا ربي أنا ما عرفش من اختيارها نختار، واش هالطريق ولا هالطريق، يا ربي دلني دلني على الطريق، قولها غير بالدارجة. وإن شاء الله تعالى الليلة الأولى الثانية الثالثة 3 أيام للاستخارة، ومن بعد خلي صاحب الأمر هو يقرر، وغادي يبان لك إذا كان هذا الزواج فيه الخير غيبان لك قلبك منشرح والعائلة قلبها منشرح، وحتى وليدك فرحان غيقول لك ماما غير سيري الله يسهل عليك ويفرحك، وغتلقاي الوثائق الإدارية ميسرة، وغتلقاي أحبابك وأقاربك يباركوا لك، وأنت غتشعري بفرحة في قلبك، معنى هذا أن هذا زواجا مباركا ميسورا، وسيري الله يعاونك. إذا قدر الله تعالى ما كاش في 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 الخير غتشعري بأن الأبواب مغلقة، أنا داك تقولي راه ربي جاوبني، لكن غالب الظن غالب الظن أخت أسيا غنقول لك هذه فرصة جابها لك الله تعالى، أنت امرأة وتحرمتي من الحياة الزوجية لما توفي زوجك، وهذاك الوليد واحد النهار غادي يكبر وغادي يقلب على زوجة وغتبقاي وحدك، إلا كان عندك القدرة مازال تزوجي مازال تولدي ومازال تعيشي، الحياة هي منحة، الحياة هي هبة، ما نوضعوش الخطوط الحمراء فيها، نخليو الحياة تستمر، يقول الخبراء دعوا الورود تينع، دعوا الأزهار تتنفس، أنت مازال وردة وزهرة خاصك تنفسي، جاب لك الله تعالى هذه النعمة ما ترديهاش، ولكن قبل أن تقرري استخيري الله تعالى وأكثري من الصلاة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى ربنا لن يجعلك تسيرين إلا في الطريق الذي فيه الخير والبركة والتيسير. صلوا على رسول الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.